البورصة المصرية في خلال الأسبوعين الأخيرين حصل فيها تباطؤ واضح في أدائها. المؤشر الآن بيتداول عند مستويات أقل من أعلى مستوياته بحوالي 1200 نقطة. تباطؤ البورصة ده حصل مع كمان انخفاض في أحجام التداول بشكل واضح وغياب للسيولة. الأسباب اللي بتيجي وراء هذا التباطؤ، أولاً المستويات السعرية المرتفعة اللي وصلت لها أسعار الأسهم على الأقل مرحلياً اللي بتسمح بجني أرباح، غياب النزعة الشرائية القوية اللي كانت موجودة عند المؤسسات والأجانب وتحولهم من شراء متواصل مستمر إلى أداء متذبذب يتراوح بين البيع أحياناً والشراء أحياناً. أيضاً بنعتقد أن ترقب نتائج أعمال الشركات واللي ربما يكون متأثر بفروق سعر العملة اللي حصل في 2011 مع تعويم الجنيه، الترقب ده ممكن برضو يكون هدأ من وتيرة الشراء في السوق. وأخيراً والسبب الأهم على الإطلاق في هذا التراجع هو الارتفاع الاستثنائي اللي شاهده الجنيه المصري في الأسابيع الأخيرة في مواجهة كل العملات الأجنبية، مما أثر بالتالي على أسعار الأسهم. هذا التأثير هو تأثير مؤقت، تأثير قصير الأجل، ما زال السوق محافظ على اتجاهه الرئيسي الصاعد، وما زالت انخفاضات العملات الأجنبية فيها مقابل للجنيه هي أيضا في المدى القصير. بننتظر تأكيد هذه الاتجاهات. ما زالت البورصة المصرية محافظة على مستهدفاتها السعودية عند 14,000 نقطة مؤقتا على المدى القصير، ومستهدفات أخرى أكبر على المدى المتوسط والطويل.